بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم هو الأحد الموافق 24/10/1449 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 9/8/2048 من ميلاد النبي عيسى عليه السلام. هذه الحلقة 120 من سلسلة حلقات في برنامج بعنوان برنامج عام عن الأديان. موضوع الحلقة اليوم التجرد. التجرد هو وجه آخر للعدل. طبعا لعلها من طباع النفس البشرية أو الإنسانية أو الآدمية أن الإنسان يتحيز لما ولد وتربى عليه ولبيئته ودينه وقبيلته وحتى بلده ودولته. هذا شيء من طبع النفس البشرية أو الإنسانية بالأصح. ولهذا فأكثر الناس تقريبا يعتقدون ثم يبرهنون، يعتقدون ثم يثبتون أو يحاولون إثبات هذا الاعتقاد، ولا يضيرهم ذلك الاعتقاد إن كان خطأ أو صح، لابد من إثبات أنه صحيح، كما يقال عنز ولو طارت. هذا يحدث للناس يمكن لعل 99% وأكثر من ذلك هذا حالهم. ولهذا القرآن الكريم أتانا ليركز على العدل، اعدله هو أقرب للتقوى، ليقوم الناس بالقسط بالعدل. التجرد هو وجه آخر من العدل، سلعة غالية لا يشتريها إلا عمالقة الرجال الذين لا يخافون من الحقيقة. الذي يخاف من الحقيقة هو رجل أو إنسان ضعيف يخاف من شمس الحقيقة أن تذيبه. كل الناس يعني يحاولون إثبات ما لديهم من الحق. لنأخذ مثلا قول بعض الناس من أهل الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة آية 111، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن يطلب البرهان. كل صاحب دين يؤمن إيمان قطعي أنه على الحق وغير على الباطل، هذا طب، سواء كان بوذيا أو زرادشتيا أو مسلما أو سنيا أو شيعيا أو صوفيا أو يهوديا أو نصرانيا، كل الناس يؤمنون إيمان قطعي لأن ما لديهم الحق
وما لديه الآخر فيه البعض الباطل هو الباطل. الذي لا يخرج من شرنقة الموروث الاجتماعي سوف يكون بالضرورة شيء من الباطل، وإن كان دينه دين الحق، لأنه يتعود أن يرفض الحق فحتى سيشوه دينه، وبالتالي يقبل التشبيهات ويرفض الحق الذي هو حق في دينه، كما لدينا نحن المسلمون. لدينا نحن المسلمين القرآن الكريم يذكر لنا آيات ويأمرنا بالعدل، لأن العدل هو شيء صعب ضد الفطرة الإنسانية، يعني يصعب على الإنسان أن يقول الحق. ويقول في سورة النساء آية 135، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، إن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن هنا أمر من الله سبحانه وتعالى أن نقوم بالعدل، أن نستوفي شروط العدل وشروط ما يقوم بالعدل، حتى لو كان هذا ضد نفسك أو على والديك أو الأقربين إلى آخره. إن تلووا أو تعرضوا عن العدل إن الله بما إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن يأمرنا بالعدل بالقسط، لأن مشكلة الأفراد والدول والمنظمات والهيئات أنهم ينكرون ما لدي أعدائهم من الحق، فيبدعونهم ويسفون أحلامهم ويحتقرونهم ويتجاهلونهم لأنهم يخافون من الحق. والحقيقة أن الناس، كل الناس لديهم شيء من الحق، فلو قبلنا الحق من هنا وهنا وهناك لكنا متجردين. آية في سورة المائدة الآية 8، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هناك كثيرا من مثلا أصحاب الدين السني، مثلا نأخذهم كمثال والشيعي وغيره، لكن يرفضون كل شيء من الغرب، والغرب الكافر والغرب الجبان، وهذا خواجة، يعني خواجة ما لا أصل يعني ولا يساوي شيء، ولا يعترفون أن لديهم شيء صح. نقول لهم طيب صنعوا، قالوا هؤلاء قردة وخنازير والله سخرهم لنا لأن يخدمونا. يعني تخيل الناس الذي قدموا الاختراعات ينطرون منهم خدم عندهم يخدمون، ماذا التعالي؟ هذا كبر، هذا ضد تعاليم الإسلام التي جاءت من الله، لابد من الاعتراف. ونقول نحن أشجع الناس وإلى آخره، لكن هذا غير الواقع. تنظر المصارعين مثلا أندرتيكر مثلا، أو العملاق الفرنسي أندري، أو غيرهم، حتى بيج شو، هذا العمالقة
يصارعون، ولا تريبل اتش كثير، بدرو ميرالس، ولا سمي ما سميتهم، هؤلاء مصارعون وأقوياء وعمالقة طرقوا باب القوة وتصارعوا. كم من لدينا من العرب من يصارع؟ المصارع حرام وكذا. لا يا أخي، الرسول صارع واحد أعتقد أنه ركانة أو كذا شيء من هذا. هل الرسول يعني أبدا؟ أطلق العنان للفكر وللتوجه السليم وتنتج. فلا نقول أن الغرب هم صنعوا صناعات وقدموا الناس وحكموا العرب، هؤلاء الذين الله المستعان أقل ما يقول فيهم في عمومهم أنهم على هامش التاريخ، لا نريد أن نجرح أكثر من ما فيه من جروح. نأتي إلى اليابان ولا الصين ولا، أقول هؤلاء هم كفروا، وهم تلقاهم يستخدم أغراضهم ومخترعاتهم. إذا لابد من العدل، كل أمة لديها شيء متميز فيه، يجب أن نعدل ونقول هذه الأمة متميزة فيه، هذا الشخص متميز فيه. يعني نحن في العمل مثلا، أو في البيت، أو في الشارع، أو في أي محيط من محيطاتنا، ننكر الآخرين ونقول احنا الأحسن في كل شيء. لا يا أخي، هذا زميلك ولا قريبك ولا جارك ولا صاحبك، لازم أن يكون متميز عنك في شيء معين، وأنت كذلك متميز عن شيء معين. فلا تقول أنك أحسن الناس في كل شيء، هذا مستحيل يا رجل. حتى موسى عليه السلام لم يكن أحسن من الخضر في أشياء. إذا نرجع نقول هذا التجرد. شنآن قوم، تشنى حاكم ولا تشنى دولة ولا تشنى شخص من الرجولة ومن العدل ومن الإسلام أن تقول الحق الذي فيه. إذا كان شجاع ماكر مخطط عنده نفس طويل، لماذا نحن نخاف من الحقيقة وإن كان أحسن منا في شيء؟ لماذا لا نسلم بذلك؟ لماذا لا نعترف أن هذا الشخص أحسن منا في شيء معين؟ تريد أن تكون أحسن منا، عدل من وضعك وأصبح أحسن منا بجدارة، ثم خلص تصير أحسن منا. أما أن تريد أن تكون أحسن منه بس بمجرد إنكاره، فلن تبقى، فحبك في مكانه الأحسن وأنت في مكانك الأسوأ، لم تغير. إنسان مثلا عضلاته أكبر من عضلاتك، فبالتالي تنكر أنه ما عنده عضلات، هو موجود عضلاته. تريد أن تكون أحسن منه، تمرن وقوي عضلاتك تصير أحسن، وبالتالي تكون أحسن منه. إذن هنا العاجز ينكر الآخرين وجدارتهم، وبالتالي هو يعني يخدع نفسه. الله يقول في القرآن اعدلوا، يقول أمرت أن أعدل بينكم. العدل ضروري جدا، حتى هنا سورة الأنعام مثلا. الله يأمر بالوفاء الكيل، وإذا قلتم فاعدلوا، نقرأ سورة الأنعام 152. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، إذا قلت رأيك في شخص ما أو في دولة ما أو في شخص أو حاكم ما أو في عدل، الله يأمرك أن تعدل في عدوك، في أي إنسان فعدلوا ولو كان ذا قربة، وبعد الله أوفوا. إذا ما عدلت أنت ما عفيت بعد الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتذكرون. لازم عندما تعطي رأيك في أي شيء، سيارة، طيارة، إنسان، دولة، أي شيء، أن تتذكر أن الله أمرك بالعدل. الله سبحانه وتعالى يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعدل بين الناس.
عدل مهم جدا، العدل مهم جدا. نقرأ مثلا سورة الشورى آية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت. ومن أوامر الله أن كون عادل ولا تتبع أهواءهم، من يتبع الهوى لا يعدل بين الناس ولا يعدل بينه وبين الله قبل كل شيء. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لا أعدل بينكم. أمرت أمر بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. إذن مأمورين بالعدل، لأن العدل هو الأساس الحياة. لو رأينا مثلا، لماذا الله يقولنا، لماذا أنزل الكتب وأرسل الرسل؟ هذا الكلام مذكور في سورة الحديد آية 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، بالعدل. بالعدل، إنسان فيه سيئة تقول السيئة، إنسان فيه حسنة تقول الحسنة، إلا إذا كنت مجبر كما عندنا في هذا البلد ما تستطيع أن تقول الحق الحقيقة. لهذا لازم الهجرة، لأن في هذا البلد لن تستطيع أن تقول الحق، وأنا كان عند أركان الكعبة في المدينة، هذا في وضعنا الحالي. فلعل الله يتجاوز عنا، وإلا كان نقول الناس لأن الفاسق يجب أن يذكر باسمه، لكن نحن لا نستطيع في هذا البلد أن نقول الحق، بل لا نستطيع أن نقرأ القرآن كما ينبغي. هذا كلام يعني معروف. إذن التجرد، قول الحق أنت مختلف مع فلان وعلان وتكرهه، من العدل أن تقول الحق فيه إذا كان متفوق عنك في شيء. وليكن الله أراد كذا، إنسان أنا أحسن مني في شيء، إذا كنت عادل ورجل كما ينبغي أعترف بالحق. هناك من الناس الذي أعرفهم لديهم مثلا قدرات ليست لدي، عجب بها وأذكرها لهم وأسلم بذلك وأحاول أكون مثلهم أو أحسن، المجال مفتوح. لكن أن تكرههم لأنك ما لم تستطع أن تكون مثلهم، فتبقى تأكل نفسك بنفسك ويأكلك الحسد، ولا تطور نفسك. وهذا الإنسان الذي تحسده وتميز عنك سيكون أحسن منك باستمرار، وأنت أسوأ منه باستمرار. لماذا أنت تحسد وتكره إنسان أحسن منك في شيء تكرهه؟ طيب لماذا؟ أولا هذا حسد، وتراب على الله سبحانه وتعالى، وتأكل نفسك وتضر نفسك، والرجل لا يضر نفسه، ما يضر شيء. أنا مثل أحسد واحد على أي شيء، طيب ولن أقبل إلا يكون أنا أحسن منه. لا يا أخي، هذا قبح، وهذا عدم عدل، ويجب التخلص منه. هذا يحدث لنا، لكن نحاول نطور أنفسنا ونسيطر على أنفسنا عن هذا. لماذا لا نقبل إنسان أن هذا يستاهل ما ذهب إليه أو ما حققه بجدارة، ونعترف له ونحاول أن نكون مثله أو أحسن منه؟ أما أن نستمر في إنكاره وفي تسفيه أحلامه وإنه كذا وكذا وكذا، نحاول نقلل من أهميته، هذا غير عدل، وخالفنا الله سبحانه وتعالى، وخالفنا المنطق السليم، وأخذنا من الحقيقة، ونحن جبناء بهذا الشيء. الذي يخاف من الحقيقة واجبان،
اتباعا بامتياز. قل الحق في عدوك، قل الحق في قضيتك، فإن كسبت القضية فأنت كسبتها والحمد لله، وإن خسرتها فأنت كاسبها في الآخرة. لكن قل الحق، لا تحبل القضايا أو الحابيب، قل الحق، كن واضح. اللهم إلا في الحروب شيء، الحروب شيء آخر، هذا شيء يختلف، لأن الحرب هي قائمة على الخدع، يخدعك إنسان، تكتيك هذا، ليس أنك تخدع إنسان، لأن هذا الإنسان لا يلوي على شيء، لا يقف فيك إلا ولا ذمة. حرب هذه من حلف الاحتال، والحرب مبنية على الاحتيال، هذه قانونها. لماذا؟ لأنها تكتيك، لازم تخادع العدو وتقاتله وتموع عنه، هذا قانون، قانون الحرب، قانون السلم، العهود، المواثيق. الحرب قانونها أنه يمكن يقتلك، يستأسرك إذا أنت كذلك، يأخذ أموالك ويأخذ ويقتلك ويأسرك، فهذا أنت قوانين الحرب تبيح لك هذا الشيء كله. لكن قوانين السلم تختلف. مثال، لو أتي بقاتل أخوك في المعركة، هل تغضب منه؟ هل تأخذ القصاص منه؟ طبعا لا، لأن هذا جندي في جيش عدو، لا أعرف أخوك ولا أبوك، وقتله لا ليس أنه بينه وبين شيء، هذا حرب. لكن خذ إنسان قتل أخوك أو أبوك في السلم، يختلف الأمر. إذن يجب من العدل أن نضع كل شيء في مكانه، والعدل لابد أن نعدل، وإلا نخالف قول الله سبحانه وتعالى. ويجب أن نقرأ الأديان الأخرى والمعتقدات الأخرى، ليس بنية النقد والنقض، لا، لنقرأها بنية التبني. نقرأ الدين السني أو الدين الشيعي أو الدين الصوفي أو الدين النصراني أو المسيحي أو اليهودي أو غيره، يجب أن نقرأها نحن المسلمون بنية التبني والاعتناق، لا بنية النقض والطعن فيها، لأن إذا قرأناها بهذا النية لن نرى فيها أي شيء حسن. لكن إذا قرأناها بنية أننا نتبناها ونعتقدها، سنرى الحق الذي فيها. إذن الهوى عيا الطبيب المداوية، يتبع الهوى سيقوده للهوى للردى. إذن هذا ما أحببت أن أقول في هذه العجالة بخصوص هذا الموضوع الذي هو التجرد، والذي هو وجه آخر للعدل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.